أولا أنا بشكركم جميعا وبشكر كابتن أحمد عبدون على الدعوة الكريمة. فوتبول إكسبو يعني ده إيفنت أنا شايفه حاجة محترمة، لأن أنا سافرنا كتير بره شفنا حاجات شبيهة لدي، ودي فكرة بره الصندوق عملها أحمد عبدون كأول حاجة أول مرة تعمل في مصر يعني. فأنا شايفه حدث محترم وهيبقى ليه مردود كبير في الصناعة بشكل عام كرة القدم يعني. النقطة الأولانية في الموضوع دوت إن إحنا إزاي نعدل بعض النقاط في قانون الرياضة اللي تتيح بالاستثمار في صناعة كرة القدم، موجود ده ولكن مش بشكل كافي للأندية. عاوز أكلمك إن الأندية في أوروبا ليها أربع مداخيل للإيرادات، السبونسر شيب والنمرة واحد، نمرة اتنين تي في رايتس، نمرة 3 الماتش دي، نمرة 4 انتقالات اللعيب. الأربع حاجات دول هم اللي بيجيب الريفينيو بتاع الأندية. في مصر مش قادرين نوصل للقصة دي لأن يعني المعايير مش متنسقة بشكل كويس. القانون محتاج فيه شوية حاجات عشان يعدل الموضوع دوت، نخرج من الأمبريلا بتاعت القانون العام وشباب الرياضة، لأن لازم تستثمر في الموضوع ده بره نطاق القانون. فلازم القانون الأول يتيح لك الموضوع دوت عشان تعرف تشتغل فيه. فزي ما قلنا الاربع مداخيل دول هم اللي بيعملوا الريفينيو لاي نادي موجود بره، وبنتمنى نعمل ده في مصر. النادي الاهلي سبق في الكلام دوت في مصر لما كنت انا موجود والمهندس محمود طاهر الفتره الحقبه الزمنيه من 2014 ل 18، قدرنا نعمل ان اكبر مبيعات لعيبه على مستوى السوق المصري من اول ما الكره اتعملت لحتى تاريخه يعني. قدرنا نبيع ايفونا ب 8 مليون دولار، قدرنا نبيع احمد حجازي ب 5 مليون يورو، بعنا رمضان صبحي ب 5 مليون يورو، بعنا تريزيجيه ب 2 مليون 300 يورو. فكل الارقام دي كانت عوائد داخله من عن طريق المبيعات اللعيبه. دي كانت فتره زمنيه الاهلي فيها بيخرج بره بفكر بره الصندوق، ان فكره ان انت من ضمن الحاجات اللي بتجيب عوائد ماليه كتيره هي مبيعات اللعيبه. بس احنا شغالين بشكل مختلف السنه دي. المقاصه عندها ازمه ماليه بسبب كورونا، وسبب ان كانت شركه المقاصه نفسها كانت موجودة بترعى النادي ولكن العقد انتهى، فالمقاصة دلوقتي لسه محتفظين بالاسم، ولكن شركة المقاصة مش موجودة كإنفست بيضخ فلوس للإنفستور بيضخ فلوس للنادي. فبتشتغل بشكل مختلف بنموذج مختلف، جاب مدير فني لسه صاعد من النادي من أندية الدرجة الثانية كابتن تامر مصطفى، وبتشتغل على شوية من مبيعات اللعيبة، قدرنا نبيع 5 لعيبة، والعوائد الثانيه اللي هي التي في رايتس زي ما قلنا والسبونسر شيب مع الشركه الراعيه. انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، ان حتى قوام الفريق اللي موجود دلوقتي من يعني حوالي 70% من قوام الفريق كان ليا الشرف ان انا اللي اجيبه يعني، محمد شناوي، علي معلول، اكرم توفيق، ايمن اشرف، مرام محسن، صلاح محسن، محمد شريف، اجاييه. فدي صفقات لعيبه كبيره وبتمثل 70% من قوام الفريق. في الفترة اللي أنا بكلم حضرتك أو اللي حضرتك بتسألني عليها كان دول أحسن لعيبة موجودة في السوق، فقدرنا كنادي الأهلي نستقطب هذه اللعيبة ونحقق بيها البطولات اللي حضرتك شايفها مع شوية التدعيمات الموجودة بالإدارة الحالية الموجودة والناس اللي ماسكة إدارة التسويق يعني.